ادخل. صباح الخير يا مستر فارس. خليدة صباح الخير. تفضل، ده الفايل اللي فيه كل الافكار اللي هتزود لنا المبيعات في الوتال. اجر اوضتين وخد اوضه مجانا. بالظبط، وفي عرض تاني كمان، اجر اوضه خد 30% خصم مع جولتين رحله بحريه. حلو جدا، بس هو انت ايه بالظبط بقى؟ ريسبشنست ولا بتاعت مبيعات ولا ايه بالظبط؟ انا بتاعت كله، بس اللي يقدر. طيب سيبيلي الفايل ده انا هدرسه وبعدين ابقى اكلمك. طيب بس حاول بسرعه عشان نلحق الموسم بتاعنا ما يهربش مننا. عايز اقول لك على حاجه، فكك من موضوع العرايس ده، مش هتلاقيها. يعني سفريده لحظه واحده. كل سنه وانت طيبه. ايه ده، انت عرفت ازاي ان انا عيد ميلادي النهارده؟ انا اصلي خلاص خلاص، انا عرفت. انت عرفت ازاي؟ انت رحت الاتش ار وعرفت ان انا عيد ميلادي امتى، وجبت الهديه دي وخليتها معاك لحد ما يجي يوم عيد ميلادي وتديها لي. لا لا لا، الموضوع مش ما تتكسفش، انا اصلا مش هقول لحد، ما تخافش. لا انا مش خايف ولا حاجه، انا عرفت عيد ميلادك من الفيسبوك. فيس؟ ايوه، مش انت كنت عامله لي اد من فتره؟ من سنه وانت كنت منفض لي. ايوه، ما انا عملت لك كونفيرم امبارح. مش مشكله، حتى لو عرفت عيد ميلادي من على الفيسبوك كفايه انك افتكرتني. عجبتك؟ جدا، كفايه انك جايبها لي مخصوص. ادخل. خير يا سعيد؟ صباح الخير يا مستر فارس. صباح الخير. قالوا لي انك خدت النضاره اللي بقى لها سنتين في مخزن مفقودات الزباين بتاع. هي دي؟ ايه ده؟ انت اديتها لفريده؟ والله عيب اللي بيحصل في الاوتيل دوت ده، انت صاحب المكان كله. اطلع بره. حاضر، انا اسف. على فكره النضاره جميله جدا، بس يا سلام لو كانت جديده. اطلع بره. بعد اذنك اطلع بره. سلام عليكم. انا اسف، اصل مش انا مش زعلان، كفايه انك افتكرتني، ربنا يخليك لي. وقع خالص. يا رب يا رب عروسه مستر فارس يتجوز، وفادر انت تركز معايا بقى لو سمحت. في سويت محجوز باسم عفت اباظه. حاضر يا فندم، ثانيه واحده. ايوه يا فندم، انا عندي سويت باسم عفت اباظه. حضرتك هنهزر؟ اكيد لا. لا يا فندم ما اقصدش والله، انا ليا خلاص مع عفت. عفت بابي خلص بقى. حاضر يا فندم. مستر عفت فين؟ ليه؟ فضول بس مش اكتر، هم بيخلوني بصراحه اسال اسئله في الريسبشن، انا نفسي ما اعرفش بسالها ليه. سافر عنده شغل فجاه، في مشكله؟ لا يا فندم مفيش اي مشكله، حضرتك منورانا. تحب حضرتك انقلك من السويت لغرفه سنجل؟ لا خليني في سويت زي ما حضرتك. هتقعدي في السويت لوحدك؟ واي نوت؟ لا واي نوت واي نوت، اكيد طبعا تحت امرك يا فندم. حصل استاذ حضرتك، بس ممكن اي دي؟ ينفع باسبور؟ طبعا يا فندم ينفع. يا سلام، امريكاني. في مشكله؟ مش اي مشكله يا فندم، يعني امريكاني بولندي كله تحت امر حضرتك يا فندم. سنجل؟ يعني ما قلت لك سويت انت ما بتفهمش. لا يا فندم مش قصدي، قصدي حضرتك ان حضرتك سنجل يعني مش متزوجه. ده انت منورانا، احمدك واشكر فضلك يا رب. والله يا فندم منورانا. تمام يا فندم، استاذن بس حضرتك يا فندم، هنملى بس شويه البيانات دي، ريجستريشن كارد. شكرا جدا. ايه ده؟ اللي انت عاملها ده؟ احنا بنلبس نظاره في الريسبشن. ايه حلو اهي. حلو الكلام ده جوه مش انا قدام الناس. جاست ايه؟ هيا. تمام يا فندم، ميرسي جدا يا فندم. حضرتك ده كارت السويت معانا وكومبلمنتري مني يا فندم، جايب لحضرتك فطار. فطار عندنا بيبدا من 6 ل 10، بس عشان خاطر حضرتك 11 12 يجي على الاوضه طالما سنجل. منورانا يا ست الكل. السويت ده على البحر مش كده؟ والله يا فندم نفسي اعمل حضرتك الاكسبشن ده، بس للاسف لو على البحر هيزيد 1000 جنيه في الليله. خليه على البحر. خليه على البحر عادي. معلش سؤال، حضرتك مش فارق معاكي 1000 جنيه في الليله؟ لا مش فارق عادي يعني، واي نوت. فكره دي قاعدة في سويت لوحدها، شايفة الناس اللي عايشة. يا ساتر، ايه ده؟ اه مالك؟ ألف سلامة. جالي مغص فجأة، مش عارفة، ممكن طلعوني الأوضة وحد يجيب الشنط من بره بليز. اوكي يا فندم، بس خرب بيت عينك، في حد هيجي معايا؟ هو حضرتك أكيد أكلتي حاجة من الشارع. تفتكر؟ واي نوت؟ طب ممكن بس حد يطلع لي شنط بقى وأطلع بسرعة عشان مش قادرة أقف خالص خالص. من عينيا يا فندم من عينيا. سعيد! اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله على السلامة، احنا في عيد النهارده والله في عيد. ايه ده؟ هو ده أحسن سويت عندكم؟ ده السويت الرويال بتاعنا يا فندم، صاحب الأوتيل نفسه ما يجرؤش يقعد فيه. فعلا؟
ماشي، يا متأكد ان بابا مشافش الاوتيل قبل ما يحجز، بس يلا ما علينا. خد دول امسك. ايه دول؟ 20 دولار دول اغيرهم لحضرتك في الكاشير؟ لا دول عشانك. تبس صحيح، الحزن يعلم البكا والتبس يعلم الزغاريد. تي وانا للاسف ما بعرفش اغرط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت يا استاذ، انت ما تجيبليش مصيبه. انت يا اسمك ايه؟ انت يا يا سيد سعيد، انت يا اسمك ايه؟ انت اصحى. انا مين؟ انا فين؟ انا ازاي؟ معلش يا انسة، اصلها اول مره تحصل لي ان انت تدخل ان حد يديك بقشيش بالدولار. ناخد بقشيش اصلا. اصلا بعد اذن حضرتك، ممكن ما تقوليش لحد في الاوتيل انك اديتيني بقشيش عشان الضرايب. ضرايب يعني؟ داري على بقشيشك يزيد، ده غير النفسنة والحقد اللي في الأوتيل كله. احنا عايشين في قحط بقالنا فترة هنا يا نسا في الأوتيل. كل ده عشان 20 دولار؟ وأكتر من كده كمان. لا مش هقول لحد، ما تخافش. بصراحة أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ميرسي جدا على الكومبليمون الجميل دوت. العفو يا سيدي. إيه ده؟ ده الكارت بتاعي يا فندم. إني واي، إني تايم، في أي وقت تلاقيني قدام حضرتك. شكرا. مش يلا بقى ولا إيه؟ في إيه تاني؟ في ايه؟ بتعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ anyway ايه المجانين دول يا ربي؟ اي بابي. لا مفيش، بس دي رابع مره تعملها فيا. تقول لي سبقيني وهاجي وبعدين ما بتجيش. لا مش هستنى. براحتك يا بابي. اوكي. لا مش متضايقة، خلاص اللي انت شايفه. باي. لانين مروة لسه واصلة النهاردة، قاعدة في سويت اون بيتش الون. ها؟ لوحدها يعني؟ مش عرفك ان انا هسألك عنها. ايش عرفك؟ ده مفيش حد في الاوتيل ما سألنيش عنها. يا حلو. ايوه. قوي. ايوه. لسه منزلها كوبات عصير، ادتني تيبس 15 دولار. ايه كنز دي؟ عصير؟ عصير ايه؟ كنز يعني خمسة. يا سلام. امال ستة يعني كام؟ لتر. طب انا عليك حمار مش فاهم حاجه. هي قاعده قد ايه في الاوتيل؟ كنز ليالي لتر ايام. خمس ايام ست ليالي. ايوه ايوه. ايه ده ايه ده؟ ده احنا بنتكلم فرنساوي لبلب. امال ايه يا نهار؟ ليه قلنا اكس ده مفشلش مقش سويد الصندي؟ ايه ده ايه ده؟ ده مالوش علاقه بالفرنساوي اللي قلته ده. ما انت هارينا كلام غلط، حد قال لك حاجه؟ ماشي. بقول لك ايه؟ نزل لها كوبايه كوكتيل وقول لها ده كومبليمون من مستر فارس. ميسيو. نقط كومبليمون قول ميسيا. طب غور بقى غور يلا. كل سنة وانت طيبة. أدهم. يعني أنا عامة بحب أهتم بالآخرين وانت مش أي آخرين، فقلت أجيب لك حاجة بسيطة مش مالك، بس يا رب تعجبك. ميرسي بجد تحفة. انا والله كان نفسي فعلا في جراب موبايل. انا خدت بالي بتعمليه معامله حقيره وترميه في اي حته، فقلت انا ادلعك. بس لا انا هحطه في الدرج مع باقي الهدايا عشان كلهم يبقوا في درج واحد. ماشي يا ست، اعملي اللي انت عايزاه. سلام، النهارده عيد ميلادك. انا بقى هديتي ليكي النهارده في عيد ميلادك؟ لا لا سعيد، انت جايب لها هديه؟ ايه؟ مش هاخد منها تبس في اي حاجه تطلبها مني بعد كده، ايه رايك؟ انا عمري اديتك تبس. شفتي حرمتي نفسك من هديه كبيره ازاي؟ بس سعيد بس سعيد بس حبيبي بس. يا راحت فين؟ يا ايه؟ النضاره بتاعتي. النضاره بتاعتك؟ ايوه اللي جابها لي مستر فارس. دوري كويس، ده انا كان عيني منها. انا دورت عليها في كل الادراك مش لاقياها. اطلعي بره حضرتك، اطلعي بره دوري عليها. ما انت طول اليوم كنت ماشيه في الاوتيل لابساها كانك اول مره في حياتك تلبسي نضاره. ادهم. نعم. اطلع بالنضاره. نعم يا ماما. هو انا هبص النضاره؟ انت بنفس مني من ساعه ما انا كنت واخده النضاره من مستر فارس. يا سلام، وانا هنفس منك ليه؟ ده حتى جايبها لك من مفقودات الزباين. اي سعيد الكلب ضحك عليا وشربني حاجه ساقعه بصودا وقلت له على كل حاجه. يا سلام، وامجد وغلاب شربوك حاجه ساقعه بصودا؟ ثلاث ثواني ثلاث ثواني مالكش قدام يا سعيد. اتفضل يلا يا طفص. روح شوف النضاره. غلطان اصلا.
معدتي تتقطع. القميص هو اللي هيتقطع. سأقتلكم جميعا. ليه؟ سأسجنكم جميعا واحدا واحدا. طيب. بس 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 كل حلفائك هانوكا ريتشارد. أنا بس بس في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مش المفروض يمشي. ما انا مش عارف يعني ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخده لحمه ونرميه عضم. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله. جاب لي حاجه شبهه كده، اعتقد انها عدوي بالجبنه. ساقتلكم جميعا. يا اخي ساقتلكم جميعا. انت اكلته ايه؟ الله يخرب بيتك. ما اعرفش والله هو طلب اكل صيني وانا ما بفهمش في الاكل الصيني. يخرب بيتك. طب معلش انا الاوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا 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 اريد اكلا اخرا. لا 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 مش اكل، هعمل لك كومبلمون حلوه جدا. ولا شوربا اخرا. لا مش شرب، انا عازمك يومين في الاوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير اكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكرا رجالة، اتكلوا أنتوا على الله، نجاملكم في الأفراح. إيه ده؟ إذا كان هذا العرض ثاريا إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ أما ده صيني ده. آه ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ وايه الكلمه اللي احنا فيها دي يا جماعه؟ صباح الخير يا حفني، هات لي القهوه بتاعتي. ابن حلال، ابن حلال مصفي. شوف عروستك دي يا عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ست دي ولا راجل؟ يا عم ست، ركز كويس. وريني. لا 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 هي كده على عدتها. لو عجبك ابعت القاهره اجيبها لك الصبح. عجباني ايه؟ ما لقيتش اوحش من كده اجيبهولي. ياه. ما شفتهاش انت قبل الحادثه. وكمان عامله حادثه؟ يا عم انت هتقبض 25 مليون ميراث. مش كانوا 26؟ ايوه ما في مليون عشان عمليه التجميل، ما انت شايف خلقتها. لا 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 مش محتاج عمليه تجميل ولا غيره. انا لقيت واحده بقى زي القمر، هي لوحدها ملكه جمال. يا راجل استنى بس. بص بص الحلاوه. مش معقول. لا لا هي عدلتها كده. كمان؟ اه. جمال والحلاوه دي في الاوتيل وانا معرفش. اعمل لك ايه؟ ما انت سايبني بقى ومركز في ضحايا الحوادث بتوعك. شايف؟ لا لا ضحايا ايه؟ لا لا ركز انت مع المادة الخام للجمال والجاذبية. لا فظيعة. هات يا عم. ايه؟ هو انت اللي هتتجوزها ولا انا؟ بس انا عايز منك خدمة بقى، عايزك انت اللي تفتحها في الموضوع. لا انت هتلخبطني ولا ايه؟ هو مين اللي هيتجوزها؟ انت مش لسه قايل انك انت هتتجوزها؟ يا عم انا اللي هتجوزها، بس اصلها غنية قوي، واكيد مش هتبقى مستعجلة على الجواز يعني عشان طمعانة في الفلوس. شوف لك حل يا اخي بقى، شوف لك حل، انت اللي بتتصرف. لا هو في معلومة انت ما تعرفهاش. انا حبيبي محامي مش خطبة. تعبتني معاك. والله تعبتني معاك. ايه ده؟ ساتر. طب رأيك إن أنا شاكك إنك محامي أصلا؟ هات لي يا ابني قهوة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ ما كان معايا الصبح. راح فين؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ فريدة مش لاقية نظرتها لغاية دلوقتي. أحسن عشان تبقى تظن فين إن أنا سرقتها، بس هو كان معايا الصبح. تفتكر راح فين؟ هو في حاجة ضايعة منك أنت كمان ولا إيه؟ آه قلم غالي قوي عندي، كان مدهولي مستر قنديل الله يرحمه في عيد ميلادي، ومش لاقيه، كان معايا الصبح مش لاقيه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله؟ أنت فرحان إن أنا مش لاقيه؟ لا، كده فريدة هتعرف إنك ما سرقتهاش بدليل إنك اتسرقت زيها. إيه ده؟ وأنا كده اتسرقت؟ لا، اتخرجت من الجامعة يعني. إيه اللي اتخرجت من الجامعة؟ إحنا هنهرج يا ابني، أنا عايز أفهم دلوقتي أنت بتقول إيه أصلاً؟ أنا قصدي يعني لا يكون لا. يا إخوانا الحقوني. في إيه؟ أنا مش لاقي الساعة الغولكس بتاعتي. ساعة غولكس؟ وأنت كنت آخر مرة شايف فين الساعة غولكس؟ أنا كنت بتشطف في البسين حطيتها بره. لا 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 ارجع بالجملة، هات أولها كده. كنت بتشطف في البسين. فوق. كنت بتتشطف في البسين؟ آه إيه المشكلة؟ كنت بتتشطف في البسين؟ أنا بشرب منه فيه إيه؟ لا مفيش أي مشكلة عادي. لا لا ده دكتور أمجد فيه مصيبة. لا 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 يا هوتيل. لا 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 يا هوتيل دي مصيبه كبيره يا دكتور. ادهم دكتور هو فين؟ هو مين؟ ادهم صارحني. دكتور قول لي. ادهم قول لي الحقيقه. دكتور وانت قول لي. انا بتوحش وانا كده اتوترت. فين الكتيب؟ كتيب ايه؟ الكتيب الطب الحديث بتاعي يا جماعه ضاع مني. لا ايه ده في ايه؟ يا جماعه اصل احنا كده حاجات ادهم بتتبخر مننا. ايه يا دكتور؟ انا بضيع يا جماعه. لا صحتك يا جماعه، انا بختفي منكم. لا ما تختفيش على فكره، انا مش موجود دلوقتي. لا انا بدوب. لا ما تدوبش يا جماعه، انا بكش. لا ما تكشش. ده مين هو؟ لا ده امجد. اوعى بيروح مني يا ادهم. اوعى يا دكتور مش نفسك يا جماعه. انا كنت هبقى نبغى اسطوره الطب الحديث بعد دكتور حساسيس، وهتبقى
هتبقى يا دكتور. مش مصدقه خالص. بس انا كده عرفت مين اللي سرق. مين؟ اكيد في حرامي في الاوتيل. نبغى ايه الواد ده؟ نبغى ما شاء الله. صح اديله على وشه لو سمحت. صح اديله على وشه. وانت بقى نبغى، عندي سؤال. بما ان احنا كلنا اتسرقنا، اشمعنى فخامتك اللي ما اتسرقتش؟ ليه؟ هو انا هفيه؟ اه غلط غلط. يا لا اهدى. معلش يا دكتور. لا والله مع احترامي ليك. لا 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 لو حصل حاجه بعالجه. معلش يا جماعه ريسبشن. مين ده اللي هفيه؟ انا اسف، انا قصدي يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ يا واد يا غلبان. وبعدين انا حيلت ايه غير ال 20 دولار اللي خدتهم من اللي اسمها مروه؟ 20 دولار؟ نهار ابيض. Anyway. احسن احسن. اتقلب يا عيني. لا اتقلب ايه، هو هفيه؟ لا انا ما اتقلبش في اول تبس كاتو في حياتي. وان شاء الله اخر تبس تاخده في حياتك. ليه يا اخي؟ حرام عليك. بالراحه بس دوت كويس كده، يمكن في حاجه تانية اتقلبت ولا حاجه. ايوه اعمل ريفريش للميموري بتاعك، ممكن تتذكر. اسمع كلام الدكتور، يلا دور كده في اي حته. لا بجي زي ما هو. ايه ده؟ ايه ده؟ جعان. انت بتطلع سندوتش من بوريطه؟ انت حاوي يا ابني. انا مش قادر افهم. سندوتش مطعيه وحضرتك بتشطر في البسين. ايه؟ سيرك؟ عايش انا في سيرك؟ لا ايه؟ الساندوتش ده مش هيلسي. مش هيلسي؟ هاتو. اتفضل دكتور. ده لانشون ولا رومي؟ متر غلاب قال لي ان انت بتدور على عروسه. بس بصراحه بقى ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. بس انت مستعجل قوي يا استاذ فارس. فارس ايوه يا استاذ فارس. انت مستعجل قوي. هو مش حكى لك على ظروفي؟ اه قال لي. وبصراحه اللي خلاني وافقت ان انا كمان عندي ظروف، فقلت احط ظروفي على ظروفك ونتجوز يعني. طب ما هي يبقى اتفقنا. لا بس برضه يعني انا لوحدي. هو انت ما فيش حد من اهلك هيجي يحضر الفرح؟ في، بس بابي مسافر طول الوقت عشان هو بيشتغل في اليونايتد نيشنز ومش فاضي لي وسايبني لوحدي. طب وماما؟ سايباني لوحدي. يونايتد نيشنز برضه؟ لا ماتت من سنتين الله يرحمها. سوري. بس يا سيدي فقلت بقى ايه اللي يخليني ابقى لوحدي؟ فكرت في الجواز. اتقدم لي ناس كتيره جدا جدا كلهم كويسين، بس رفضتهم كلهم 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 كلهم. ولا واحد قابلتيه؟ ولا واحد. ليه؟ ما كانش في كيمستري. بس انت جيتي في ملعب. ايه؟ انا بقى مالك في الكيمستري بجد؟ انا كنت بذاكر الدفعه كلها. كلها؟ انا بتاع الكيمستري. يلا نتجوز بقى. ايوه بس بس انا مش هلحق احضر ناس يا استاذ فارس. فارس معلش يا استاذ فارس، انا مش هحضر نفسي، انا عايزه اجهز. انا بنت، انا عروسه، عايزه مكياج، شعر، فستان. يعني هقول لك على فكره حلوه قوي. ايه؟ احنا نكتب كتاب النهارده واستلم الميراث واعملي شعرك بعد كده واعملي اللي انت عايزاه. ما قلتليش يا فارس هو الميراث ده قد ايه؟ لا ده فضول والله، انا خايف على فلوسك. ما تخافش. لا لا ده انا فرحان قوي، طالما سالتي على الميراث يبقى خلاص اتفقنا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه بس مش تعزمني على حاجه قبل الفاتحه. يا سلام، ده انت تؤمري. ده انا ممكن اذبح لك عدوي اصلا. لا مش للدرجه دي. بس ايه عندكم حلو هنا؟ بصي الباستا حلوه قوي. عاوزاها ايه بقى؟ ريد صوص ولا وايت صوص؟ الريد صوص حلوه جدا، والبيف على فكره تندر لاين حلو جدا بجد. يا راحت فين؟ راحت فين بس؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. راحت فين؟ قول لي مبروك. مبروك ايه؟ مبروك على ايه؟ مروه وافقت ان احنا نتجوز بكره. معقوله؟ اه بس عايزه 2 مليون جنيه مهر وزيهم مؤخر صداق. لا يا عم ده كتير قوي. بالنسبه لها مش كتير. ما انا قلت لك انا مش عايز اتجوز واحده غنيه زي دي. يا عم استنى بس يا عم. 2 مليون على قد المهر حاجه حلوه قوي، يا دوبك على قدها. طب وبالنسبه للمؤخر؟ لا لا بطل تشاؤم بقى، انت ايه اللي هيخليك تطلق واحده زي القمر زي دي وبنت ناس؟ على رايك ده انا ما صدقت لقيتها. ادعي لي انا الاقيها. هي ايه دي؟ المحفظه، من ساعه ما صحيت حطها في جيبي مش لاقيها. يا اخي هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ استنى بقى اما اطلب مروه اطمنها. يلا. يا رب لا. ايه ده؟ ايه؟ الموبايل مش معايا. الله ده واضح انها فرده في الاوتيل ودايل على الكل. انت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ وانت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ انا ملاحظ ان في حاجه غلط. طب وبعدين هنفضل نلاحظ وبس؟ يلا نشوف ايه الغلط في تعالى بقى نشوف ايه. بص بقى انا متاكد ان هو اللي سرقنا كلنا. متاكد ازاي يا فارس؟ يعني انت بس عشان حاطه في دماغك يا ساعتك يا راجل. ايوه ايوه دافع عنه عشان وعدك هيشغلك رجل اعمال صح؟ فارس بالعقل كده يعني هو جاي من الصين عشان يشتغل نشاط في مصر. خبط خبط خبط. مساء الخير غلاب. الحقني يا غلاب، النجدة الغوث، لقد سرقت. انت كمان سرقت؟ سرق منك ايه؟ اتسرق مني عمري. عمرك؟ أيمين يعني اشيائي. اين اشيائي يا مستر فارس؟ اشيائك اللي هي ايه يعني؟ لا ادري اننا في الصين نقول اين اشيائي. ظلمت الراجل، ظلمت الراجل. اتسرق منه عمره واشيائه. يا عم انت بتصدقه؟ ده بيحور عليه. لا انا لا احور، انا اتكلم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. دعيت عليكم بالصيني. يا نهار اسود يا نهار اسود، ضيعت نفسك اهو. دع عليك
والدعوة الصيني بتنزل بضمان سنتين. شيل شيل. سويت لوحدها، أنا الناس اللي عايشة. مسيطر منك. أوه! مالك يا فندم في إيه؟ أوه! لا أنت اسمك إيه أنت؟ أنت يا سيد ولا يا سعيد أنت ولا اسمك؟ لا 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 ما تعصبنيش يا سمير، لا لا. ماما مالها بالقضايا؟ الله، ماما تعمل بسلة، تعمل رز، ده في البيت يا بابا. لا بحذرك يا سمير، الكلام ده ما ينفعش معايا أبداً. سمير، تاني؟ معقولة كلنا نتسرق في يوم واحد؟ ما احنا طلعنا هفق قوي. اخرس اخرس. معاك حق، انا اسف لسعادتك وسعادتك انت كمان، واضح انك اتسرقت بمزاجك. هو الاوتيل ده ما فيهوش كاميرات مراقبه؟ في طبعا. خلاص نفرغ الكاميرات عشان نعرف مين الحرام. ايه بتبص لبعض ليه؟ هو بصراحه الكاميرات اللي عندنا بتصور بس ما بتسجلش. ايه ده ايه التخلف ده؟ مين متخلف العمل كده؟ مين متخلف العمل كده؟ حضرتك. انا يا فندم قصدي حضرتك، قلنا لك نغير التخلف ده ونجيب كاميرات جديده، قلت لنا مفيش فلوس. ها فاكر انا قلت كده؟ انا قلت كده. انت مالك انت؟ هو كل حاجه بتقولها. خلاص حصل الخير يا جماعه، اكيد حصل ميس اندرستاندين. ميس اندرستاندين بس. ايوه قلت كده. انا عايزكم تخلصوا بقى. طب احنا ممكن نجيب كاميرات تانية. مش هنلحق، هيكون لنا حرامي خد الحاجه وخلع. او صح فاتتني دي. هو مفيش غير حل واحد، احنا نجيب حد يفضل موطوع 24 ساعة قدام المونيتور، يبقى عامل زي الجاموسة المربوطة في ساقية لغاية لما يطلع لنا حرامي. اه برافو عليك. مين ده اللي هيرضى بقى يتلطع 24 ساعة؟ ادم طبعا. انا اللي هطلبه في ساقية؟ انت صاحب الفكرة، يبقى اكيد انت احسن واحد ينفذها. ما ينفعش اصحابها؟ لا لا دي حلوة قوي. الفكرة هايلة. تجنن. ما شاء الله عجبتكم قوي. خلاص اتفضلوا على شغلكم. يلا على شغلكم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارف ايه القرف ده. مفيش احترام خالص. ايه ده؟ تعرف تعمل ايه؟ لا 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 هقول لك الحاجه. والله ما اعرف. والله هقول لك، انا هريح دماغي. بص اقعد انت هنا بس. اه تشرب حاجه حبيبي. شكرا. تسلم. قوم قوم على شغلك. قوم على شغلك اجري. حاجة عجيبة. ايه هي؟ سعيد في حاجة غريبة. قول سعيد. في حاجة شنيعة. انت اخلص سعيد. انا طول ما انا ماشي في الاوتيل من امبارح الاقي الناس قاعدة تبص لي كده بشكل كده في ريبة كده وقلق كده، واول ما اقرب منه يقول لي ويجري. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ انت عارف كل حاجة في الاوتيل، هتعرف ايه بقى اللي حصل. ما اعرفش بقى يا ادهم، انا خلاص قررت اكون في حالي. يا واد يا طيب يا بريء، هصدقك انت في حالك. يعني انت مش عارف خالص؟ ما اعرفش اي حاجة. يبقى رقف عينك وهتنط يا واد. هنشوف اذا كنت انت بريء ولا مش بريء. ربنا نشوف بسيك. نشوف بس كان انت مش عارف ولا عارف. سعيد قولي الحقيقة. سعيد الناس كلها في الاوتيل بدأت تشك وتقول ان انت الحرامي. ايه انا حرامي؟ حرامي بتاع ايه؟ ايه اللي فيا خليني حرامي؟ النعمة بدأت تظهر عليك. نعمة؟ ايوه بدلة كحلي وقميص ابيض وجرافات تنبيتي. يا ابني ده يونيفورم. يونيفورم؟ اه بس شكله جديد. لا لا والله ده مغسول بس. مغسول؟ طب والساعه الكحلي الجديده دي كمان؟ لا الساعه دي انا كسبتها في مسابقه فخر الغردقه. والله معايا صوره اهي مكتوب فخر الغردقه. انا عارف والله انا مش حرام يا سعيد. كداب يا فخر. لا والله العظيم مش كداب. وطالما الموضوع وصل لكده انا هقول لك بقى مين الحرامي. مين؟ قول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. دكتور امجد. ماله؟ ماله ايه يا غبي؟ ما انا بقول لك اللي سرق دكتور امجد. ها ايه دليلك؟ هقول لك دليل. دكتور امجد ده انت عمرك شفته في الاوتيل بيعمل اي حاجه؟ عليك فرخه؟ مفيش. طول الوقت قاعد في العياده مع الهيكل العظم بتاعه، يسرق ويحط تحت الهيكل فوق بقى. عندك حق، بس النعمه ما ظهرتش عليه زيك. خلاص انا عرفت مين اللي سرق. هقول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. عدوي. ماله؟ ماله ايه يا غبي؟ هو انا بقول لك كلمات متقاطعه؟ عدوي الحرامي. ها ايه دليلك؟ ايه دليلي؟ هقول لك. عدوي ده طول الوقت ماشي في الاوتيل ليه كده مش مركز؟ يجيب الاوردرات غلط، بيسرق الحاجه ويحطها تحت الصينيه فوق بقى. لا عدوي ممكن يسف المشاريب بتاعت الزباين ويزودها ميه، لكن يسرق مستحيل. خلاص
كده بقى ما فاضلش غير واحد بس هو اللي حرامي. مين؟ قول انت. برع نفسك. هبرع نفسي. سعيد. ماله؟ ماله يا انت غبي يا ابني؟ انت سعيد، انت سعيد وحرامي. واقول لك دليلي، انت بتسرق الحاجه وانت تقول لنا تبس تبس بتعمل نفسك غربان وتروح واخد الحاجه حاططها تحت الطاقيه فوق بقى. انا؟ ايوه. انا حرامي؟ خلاص قول انت. برع نفسك. هبرع نفسي. دليلك. انا ممكن اكون مستغل لكن اسرق لا. انا ممكن اكون انتهازي لكن اسرق لا. انا ممكن اكون نصاب لكن اسرق لا. ميرسي يا ادهم. ميرسي ايه؟ انا ما صدقتكش اصلا. انا عايز اعرف مين الحرامي. انت يا ادهم. انا؟ اه انا. لا انا مش حرامي. وثلاث ثواني، ثلاث ثواني لو لقيتك قدامي هوقع بوس او هوريك. امشي امشي يا غطاء. ما بتكلم معاك اصلا ولا بسالك. يو ار سيف. سيف؟ نو ام نوت سيف. قول انت بره نفسك. بره نفسي ليه؟ ما انا جوه نفسي ما عملتش حاجه. انت 3 سكندز يو جو تو يور روم. نو مام فور يو. اسمك ايه؟ صاخر. لا روح الاوضه، روح الاوضه، روح الاوضه. يلا. ازاي يا فارس؟ ازاي كل ده يحصل وما تحكيليش؟ بصراحه خفت اضايقك وكمان عشان ما عطلكيش عن ترتيبات الجواز. لا خالص ولا تعطلني ولا حاجه. صحيح بابي جاي عشان يحضر كتب كتاب الليل ان شاء الله. طب حلو قوي، عشان يشوف خلقه الراجل اللي هيتجوزك دي ايه. بس بقول لك ايه، ما ينفعش تسكت على موضوع السرقه، لان الحرامي ممكن يسرق حاجات كتيره وحاجات مهمه او حد مهم ما تعرفش. ما انا عامل حسابي كويس قوي. بجد؟ ده اللي هو ازاي بقى؟ انا مخلي ادهم بقى بيراقب كل الكاميرات اللي في الاوتيل. هو انت عندك كاميرات في الاوتيل؟ طبعا. ده اللي هو فين؟ انا ما شفتهمش خالص. اه عندنا في اللوبي. المطاعم، الكافيهات. طب وفي الكوريدور عند الاوضه قدام الاوضه؟ لا يعني مش كل مكان. لا ما ينفعش خالص يا فارس، اول ما نتجوز لازم تحط كاميرات في كل حته، كل حته. انا عندي الماس وحاجات خايفه تتسرق. يا ستي مش مهم، المهم نتجوز. نتجوز ايوه ان شاء الله. اه ده ادهم يظهر انه وصل لحاجه. يا ريت يا رب. الو ايه يا ادهم؟ ايه؟ ما وصلتش لحاجه؟ يعني ايه فص ملح وداب؟ لا 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 لا، اول ما توصل لحاجه قول لي. ماشي يلا. انا هقوم بقى عشان ايه؟ هقوم. رايحه فين؟ ايه؟ هطمن على الفستان واجهز نفسي واوعى تكون حاطط كاميرا في الاوضه. يا ريت. اقلب عقلك يا قمر. والله ما هسيبك. يا انا يا انت. ماشي. انت بتكلمي نفسك؟ بكلم الكمبيوتر. عاصلك معايا حبتين. بس والله ما هسيبه يأذي نفسه. هو مين ده؟ كمبيوتر. طب اعمل لي كارت للاوضه بتاعتي. ايه ده؟ كارت ضاع منك؟ شكلها نحساوي. هي مين دي؟ العروسة الجديدة. لا 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 لا. أنا ما اسمحلكيش تتكلم عليها بالشكل ده. إيه؟ خلاص؟ بقت صاحبة العزمة خلاص؟ هتبقى. قومي الليلة دي. أنت إزاي جاي لك نفسك تتجوز الليلة دي والأوتيل كله بيتقلب منك وبيتسرق؟ ده أنا ما صدقت إن هي وافقت، جايز تغير رأيها. وبعدين أنا سايب أدهم قاعد قدام شاشة المراقبة وهيعرف مين الحرامي. هاتي الكارت بقى. مصيبة يا متر، مصيبة. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله؟ طبعًا، أنا بقالي 24 ساعة، عينيا ما شافتش النوم.
وشفتها، شفتها وهي داخله الاوضه. لو حضرتك رحت الاوضه دلوقتي هتلاقيها جوه. دي حاجه غريبه قوي. انا لازم ابلغ مستر فارس. استنى بس. استنى ايه؟ لازم ابلغه عشان يروح لها الاوضه ويظبطها وهي متلبسه. يا ادهم انت ناسي انه هيتجوزها النهارده؟ يتجوزها بعد ما طلعت حراميه؟ لا مش حراميه، اكيد في حاجه غلط. واحده غنيه زي دي ايه اللي يخليها تسرق النضاره وعفنه بتاعت فريده وال20 دولار اللي اديتهم لسعيد بنفسها؟ اكيد بتمر بازمه نفسيه يا اخي. لا بص يا متر، ازمه نفسيه مش ازمه نفسيه انا ماليش فيه. انا اروح ابلغ مستر فارس وهو بقى يعمل هو عايز. اهدى شويه يا ادهم. يا اهدى بس يا حبيبي، ما هو لو عرف حقيقتها مش هيتجوزها وهيضيع عليه مراس جده. يا سلام، يعني يتجوزها ويضيع عمره كله؟ لا سهل يعالجها بعد الجواز. برضه هبلغه. هو لازم اكشفها قدامه، وانا ضميري وشهامتي ما تسمحليش ان اعمل غير كده. تخيل انت معاك حق. استمر انت بس في المراقبه جامد قوي وانا هبلغ فارس بنفسي. صقر يا متر، صقر قاعد. صقر ولد صقر. ودع العزوبية والحرية. سامحيني بقى، انت البدلة اللي هرتكب بيها الجريمة البشعة دي.